شوفي الحرمه، الحرمه اللي على حق ربنا، اللي من بطن البقره ولا فم الخليج ولا السيده بتبقى ست حاجه كده، غير اللي انت عاملاه دي خالص. احسن تفتكري يعني كمنك حطيتي عبايه سودا على جدتك بقيتي واحده مننا ولا حاجه؟ وانا ابقى واحده منكم ليه؟ هو انا هكمل باقي حياتي هنا؟ انا شويه وماشيه ومش عايزه خالص ابقى بيئه وبلدي بالمنظر المقرف بتاعك ده. يا اختي صلي على النبي كده، وانت عامله زي الرقصة على السلم. لا انت محصله بنت زواج ولا عارفه تبقي بنت بلد. ماشي، وابقى بنت بلد ازاي بقى يا بروفيسوره؟ ايوه كده. ركزي بقى معايا وفتحي لي مخك النور ده. اتفضلي. شوفي اول حاجه هاتي اصبع الروش ده. الروج يعني؟ ايوه هاتيه اهو. بص، اما تيجي تحط احمر ما تلحسيهوش كده زي ما بتعملي كانك بتقطعي من جلدك ولا خايفه على الصوبه. لا، ادهني بزمه كده اهو عشان الاحمر يبان في سحنتك. اوريكي ازاي. استني شوف. ها ايه رايك؟ ايه القرف اللي انت بتعمليه ده؟ قرف ايه يا اختي؟ اختي صلي على النبي وبطلي تناكه، خلينا اخلص ولا ما كملش الدرس؟ مش خلاص؟ تعالي تعالي بتسلى يلا. ايوه كده. بص، شايف البودره دي؟ دي بقى تسيبك منها خالص، دي اختراع فاشل ملوش لازمه، الكلام ده ما بيجيبش همه. هو نفس الصوبه، تليطي كده وشك منه يمين وشمال وتقومي عامله كده اهو، يوم الاحمر يبان في سحنتك. تليطي؟ ايوه تدهني يعني. بص هوريك ازاي برضك. ها ايه رايك؟ انت مالك ومال الميك اب؟ انت اللي زيك يحط ميك اب ليه؟ اللي مالي ومال الميك اب ده؟ ده انا مرضش حريم الحاره كلها، يكشف بس انا اللي بكيفي ماليش في المرقعه. قصره. هاتي ده، هاتي ده هتبوظيه. اما تيجي تحطي كحله ولا الاينر تتقليه عشان ترسمي عينك كده اهو، تبقى عامله زي عين البقره. ماشي؟ بقره؟ اه، ولو عرفت تضربي شعرك اكسجين اضربيه، بينور الشعر كده ويخليكي ولا اللي جايه من تركيا. اكسجين ليه؟ ده بيحرق الشعر، ما احط هايلايت وخلاص. ايه؟ بقول لك ايه؟ اللي بقوله تعمليه. يلا كملي خلصيني. اما تيجي بقى تتكلمي املي حنكك كده بالكلام عشان اللي قدامك يسمعك ويهيبك. انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقولي. ايه حنكك ويهيبك ويسيبك؟ بيتك بقك يعني. يعني ريحي الكلام في بقك وتفتحي شفاتيرك كده، ما تقفليش بقك كده وتدميه كانك محزوقه زي ما بتعملي كده. بصي، طب انا هفهمك. يلا قولي كده. اختي؟ اختي. اشوف؟ لا ما ينفعش كده اهو، تقولي اختي. قولي منطقتي كده. منطقتي؟ لا شوف برضك، لا ما ينفع. قولي منطقتي. منطقتي. ايوه بنت جدع. ايوه كده. بصي بقى، لو حد زود معاكي بالكلام هب فيشه زي بابور الجاي، قولي له ايه عشان يخاف منك. مش عايزه اتعلم الزفت ده، انا مش عايزه الزفت ده، هاتي غيره، هاتي غيره. ايه ده؟ طب انا مش مكمله الدرس. لا بقول لك تعالي خلصيني يلا. ماشي. اما تروحي بقى للخياطه تاخدي لها العبايات كلها، تاخدهم لك كده سمكتين من الظهر يقوموا يتجقوا، ثم ما تنزلي الشارع تبقي حرمه كده فارده ظهرك كده وجسمك مرسوم، تقوم ساعتها ايه بقى؟ الرجاله كلها هتترمى عليك، وانت ولا تعبريهم ولا تديهم ريق، نظام ايه؟ شوق ولا تدوق. ها؟ ولو بس حد زود معاك عن بص بصه بس، تقوم واخده شفتك من رجلك على ايدك كده على طول. الرجاله ماتوا في الحرب، مفيش حاجه هتحميك الا دراعك. انا مش عايزه اتعلم حركه الشبشب دي خالص بقى. لا مفيش حاجه اسمها كده، هتتعلمي، خد شبشب. لا ما انا مش عايزه ده. امسكها يا بنت. بعرف مش عايزه امسكه. يا اختي استعملي شبشبك وريني. استني استني هاتي ايدك. ليه اجيب ايدك؟ خلاص اعمليها لوحدك. مش هعرف اعملها. استني انجازي. يلا. ايه ده؟ ايه هو ده؟ انت هتتكفي على وشك؟ انا خلاص مش عايزه ابقى بيئه وبلدي وكل حاجه، مش عايزه اتعلم خلاص. طب انا حقق عليا، انا بروح في حسي بقالي بقى ساعه، ما تولعي. يا سارة ايوه حضرت الفلوس يا دكتور. فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ فلوس الورق اللي قلت لك عليه، 5 مليون دولار. انا معيش المبلغ ده ومش عايز الورق اللي معاك. الورق اللي معايا
يهمك ويهم ناس حبايبك قوي. دي مسألة حياة وموت ليك والناس كتير، واللي أنا طالبه ولا حاجة جنب اللي معايا. أول حاجة تقولي الورق ده فيه، ولو أنا مهتم بيه لازم تديني شوية وقت عشان جمع لك المبلغ اللي أنت شايف. إيه أول هام؟ تديني 100,000 جنيه عشان أقول لك الورق ده فيه إيه. ماشي، قولي إزاي وإمتى. أحدد لك المكان والزمان وأبلغك بيهم يا دكتورة. ادخل. نادر يا نادر، ايه اللي انت عامله ده؟ ابو طالب بيه والبشمهندس طارق عايزينك، قلت لهم ان انت نايم، قالوا لي لا ندخله. دخليه. ادخله هنا؟ ايوه هنا، ايوه هنا. الله، وانا غريب ولا ايه؟ طيب عايز حاجه؟ شكرا، انا اذنكم. اتفضلي. شوف بقى نادر، انا اذا كنت انت عاوز تدمر حياتك انت حر، انا ما اسمح لكش انك تدمر حياة بنتي هايدي. واحنا مش خلصنا كلام في الموضوع ده قبل كده ولا ايه؟ وانا مش قلت لك مش هكمل في القضية دي؟ انت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ رحنا المحامي تاني، المدام هربانة ومطلوبة، ما ينفعش توكل محامي تاني. وبعدين احنا ما نعرفش حد غيرك، وهي كمان ما تعرفش اي محامي تاني. وبعدين ما يصحش انك تتخلى عننا في لحظة زي دي بالبساطة دي. اسمع بقى نادر، انت قاعد بتتدلع واحنا صبرنا عليك كتير، واحنا مش نايمين على ودننا، احنا مصحصحين قوي. وبعدين اذا كنت انت محامي وبتفهم في القانون، فانا مهندس وبفهم في المعادلات والمقدمات والنتائج، ووضعك ده مش مريح بالنسبه لي، وانا عمري ما استريحت لك. خلاص خلاص يا نادر. خلاص ايه يا عم؟ ده عبي حاشش. يعني انت دلوقتي هتكمل القضيه ولا هتسيب هايدي تتحبس؟ انا عايز اقول لكم على حاجتين مهمين. هايدي مش هتتحبس، طول ما هي هربانة مش هتتحبس، إلا بقى إذا سلمت نفسها أو اتقبض عليها. تاني حاجة والأهم، أنا كمحامي بقولك أنت لو جبت لها ساحر مش بس محامي، برضو القضية لبساها لبساها ومفيش أي مخرج قانوني. احنا نجيب ساحر منين بقى؟ احنا يعني هتكمل القضية ولا لا؟ لا قلتلك يا عمي ما تضيعش وقت معاه، هايدي كان معاها حق. اسمع يا نادر، اعتبر الحرب بقت بيني وبينك، وانت ما تعرفش طارق السنهوري لما بيحارب. بقول لك يا طارق سنهوري، ايه ما تاخد نفس تهدي نفسك بيه شويه. مش كده يا اختي، المرايات كلها مجيره، النسوان بتشوف نفسها في المرايه تبقى عايز تضرب روحها بالجزمه، بتوحشهم اكتر ما هم وحشين. بقول لك ايه، بيروح الراجل بتاع الكريمات وليه الكريم ده خلص، عايزين منه تاني. اوعي تنسى. كملي. صباح الفل. اهلا. لسه فاكر؟ لسه فاكر قلبي يدي. اخلص يا هيما، عاوز ايه؟ عاوز احلق. نعم يا اخويا، ما تروح تحلق، غلطان في العنوان يا حبيبي، هنا حلاق حريم يا سيد الرجاله. ما هو كله شعر يا كوريا، وكمان حاسك هتحلقي لي احسن من اي راجل. اخلص يا هيما، هتطفشي النسوان اكتر ما يطفشان، يعني تقولي اي واحده دلوقتي لو دخلت انت بحلق للراجل؟ قولي لهم خطيبي وبحلق له، وانا غريب؟ اطلعي بره يا شيماء وردي الباب وراك، ما تدخليش حد. حاضر. بتبطل دلع بقى وتقول عاوز ايه؟ وايه المشكله لما تدلع عليكي؟ انا عاوز حلقه حلوه كده عشان لما امشي جنبك ابقى احلى منك والبنات تقعد تبصبص لي. وتمشي جنبي ليه ان شاء الله؟ انت لسه قفشه ولا ايه؟ شوف يا هيما، انت طول عمر دبلتك في ايدي ولا بحس بيها، كانها حته من لحمي بالظبط، بس البراتي بقى من ساعه ما لبستها وانا حاسه ان صباعي وجعني يا ابراهيم. عشان قلعتيها يا كوريا، كبداكي ما يتقلعلوش دبله. ده انا كبداكي يا بت اللي ساب 40 مليون حرمه في مصر وحبك انت. تقسيش عليا يا كوريا عشان قلبك ما يوجعكيش. وجعني يا هيما، وجاني يا شبات عارفة رايحه من ناحيتك، ما عدتش مأمنالك، مش مطمنالك كده، حاسة ان في اي وقت هتجيب سكينة تلمى وتغزها في قلبي. انا عمري ما حد مال عيني غيرك يا كوريا، حتى نوال. نوال دي انا ما خدتش بالي منها غير لما انت كترت الكلام عليها. يا سلام. يا خلاص يا راجل. في ايه يا وليه؟ اطلعي بره، اطلعي بره. ايه الولية المجنونة دي؟ فضحتنا. أنا عمري لا حبيت ولا أحب حتى زيك يا كوري.